سلام، مرحبا بكم الافيونيين في الجزء الثالث من الرواية ديال كانديد. شكرا لاي واحد تيدير لايك، وشكرا لاي واحد دعمني بسبسكرايب، واللي بغى يدعمني في باي بال مرحبا به. خلينا في كانديد فاش تناكت عليه وتلاقى ديك المرة الشارفة وقالت ليه زعم وتبعني. والزغبي بقى تابعها تابعها حتى وصلوا للكوخ، وصلوا لواحد الكوخ وعطاتو واحد الصابونة باش يغسل حالته، وعطاتو ياكل ويشرب. دارت ليه واحد البيت ديال النعاس من الطراز الرفيع، وعطاتو واحد اللباس نقيقي وزويون. ايه محينك، كنتي كتعذب باش تجيب الماكلة في لشبونة انت وداك بانغلوس، دابا ارى حالك. من بعد قالت ليه كول وشرب، وكنتمنى تحرسك السيدة اتوشا والقديس مارا انطونيس والقديس جاك شابكة قوادس. مهم قالت ليه غنرجع لك غدا. كانديد كان منفاجئ بطبيعة الحال من هادشي اللي كيوقع، كيفاش هاد الشارفة هادي؟ فتحنا بغيبوس ليها يديها وقالت ليه قالت ليه ماشي يدي اللي خاصك تبوس، غنرجع غدا. الغد ليه في الصباح المصباح جات لعندو الشارفة وجابت ليه الفطور، ودلكات ليه الظهر ديالو اللي كان عامر بالكدمات، دلكاتو ليه بالصابون ودهناتو. مشات جات مع العشية وجابت ليه معاها الغدا، مشات عاوتاني في الليل وجابت ليه معاها في الليل العشاء. والغد ليه دارت نفس الحاجة. كانديد كل مرة كان كيسولها، كيقول لها مثلا أختي 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 كلتيني شربتيني ودرتي فيا الخير الله يجازيك بخير، ولكن شكونتي وش راكي ديري هنا يا اختي، وعلاش انا بالضبط اللي درتي فيا هاد الخير هذا كامل، وشنو ندير باش نرد لك حتى انا الجميل؟ كانديد كان كيسول هاد الشارفة، ولكن ما كانت كتعاود ليه حتى شي حاجة، ما كتجاوب حتى شي حاجة، كانت عميق. واحد النهار هاد الشارفة هادي ما جابتش الكانديد العشاء، يعني جابت ليه الفطور جابت ليه الغداء ولكن ما جابتش ليه العشاء، وقالت ليه تبعني وزم فمك. شدات ليه في يديه ومشى معاها في القرية على رجليهم. عارفكم يسحب ليكم دابا كانديد على خرية مغية خد مويمة، ولكن غابلت. بقاو غاديين غاديين حتى وصلوا لواحد الدار معزولة في ديك القرية اللي كانوا هما فيها. فدقات الشارفة الباب وتحل ليها الباب. شوية الشارفة هبطت كانديد لواحد الدروج سري ما عارفو حتى شي واحد، وخلاته جالس على واحد الكرسي من البروكار. والبروكار هما دوك الكراسة اللي تيكونوا مزخرفين بالورد، غالبا تيكونوا عند الملوك اللي كيكونوا هكا حكام. فكانديد كيقول ويلي شاد العسل فين انا عايش، بين ليلة ونهار طلع لي السكور في الشان، من بعد حياتي البنيوكة اللي دزت منها هانا وليت دابا باخ ميرين في هاد البلاصة هادا كوان بعزو. شوية الشارفة هبطات ليه واحد المحجبة كتلمع بحال المواعن، حيت كانت عامرة بالجواهر، كانت لابسة الجواهر ولكن محجبة. فالمحجبة كانت كترجف مسكينة وهي هابطة. الشارفة قالت الكانديدا جي حيد ليها النقاب. كانديد حشم وحتى هو كانت يدي كتفيفري. المهم حيد ليها النقاب غيلقاها ما غطيحش لك على البال شكون، واش عرفتو شكون ولا لا؟ كانديد غيحيد النقاب غيلقاها كونيغاند تيتيزا ديال القصر غزالة الغزلان. انا عارفك حير واش كانديد اللي كيبغيها ولا انا، ولكن كانت مفاجأة الكانديد. كانديد كان بالطبع ما نفهمش شنو كيوقع، وكان كيظن باللي انه غير كيظن، ماشي عايش في الواقع، راه غير كيظن انه كيشوف كونيغاند. كانديد طاح تم على رجليها، وحتى هي طاحت على واحد الكنبه. بجوجهم سخفوا مشاكل. الشارفة جابت الروج ورشاتو عليهم باش يفيقوا. فاقوا مصدومين من بعضياتهم بجوج، يعني كيخوروا في الهضره وتيقولوا شي كلام وكيبكيو وكيغوتوا. وقالت لهم الشارفة نقصوا شويه من الصداع وهضروا غير بشويه لا يسمعكم شي حد، انا غنخلي لكم شويه ديال الخصوصيه وهضروا بيناتكم. ومشات الشارفة خلاتهم كيهضروا. كانديد هو وكونيغوند دابا. كانديد قال لكونيغوند ويلي كيفاش هادي انتي؟ كيفاش توقع هاد الصدفة هادي انني نلقاك في البرتغال؟ كي درتي ليها؟ وكيفاش ياك شقوا لك البلغار الكرش ديالك توليتي تجمعي فيها الدرهم؟ قالت ليه التوتة ديال كونيغوند لا انا ما متش. قال ليها كانديد والبارون والبارونة ما ماتوش؟ قالت ليه وهي كتبكي ماتوا. قال ليها وخوك شقيقك؟ قالت ليه حتى هو تقتل.
كانديد بدا كيسولها بحال اللي كيسول جوجل، وعلاش انتي هنا وباش عرفتيني في البرتغال واش هاد الصدفة حتى تلاقينا وكي درتي ليها. كونديد بطبيعة الحال كيسولها كوني غوند، قالت ليه غنقول لك كل شيء، غنقول لك كل شيء غير قولي لي انت شنو وقع لك من بعد البوسة اللي كنا تباوسنا اللي درناها والركلات اللي عطاك بابا. كانديد دارت لي كونيغوند فرانس سيك الاسئله اللي كان كيسولها، فاحترمها وخا كان صوته ضعيف وكيرجف، عاود ليها على المعاناه كلها اللي داز منها مع البلغار مع الجيش مع كل شيء مع داك الفيلق مع كاع المعاناه، وعينيه فيها حيت كان كيبغيها البغو البغو فهمتي. كونيغوند بطبيعه الحال من بعد ما سمعت ليه عطاها ودنو حتى هو باش يسمع ليها. الزيونات بدات كتهضر ليه وكتقول ليه، بدات ليه القصه يعني، قالت ليه كنت ناعسه ما بيا ما عليا حتى هجموا علينا البلغار، قطعوا البابا البارون الكرش ديالو شرقوها وقطعوا ماما طراف طراف البارونه. وكوني غوند كان كيتعدى عليها واحد الجندي بلغاري قدو قداش، كان كيتعدى عليها وهي ما عارفه والو، فسخفات من المشهد وهو كيتعدى عليها ناضت وفاقت دغيا، فاقت من الغيبوبه وعضات داك حاولت انها تعضو وقاومات وبغات تحيد لي عينيه من بلاصتها، فهي ما كانتش عارفه شنو واقع. شويه داك البلغاري داك الوحش الجندي البلغاري هز واحد الموس وخشى عليها في جنبها اليسر. كانديد قال لها ما كرهتش نشوفوا هذا الجنب ديالك اليسر اللي فيه ديك الندبه. طبعا كانديد كان هارب ليه، حبسها وقال ليها بغيت نشوف، قالت ليه غاتجي الوقت وتشوفه جنبها اليسر مشاكين. فقال ليها كانديد واخا كملي، وكملت. فكونيغوند كتكمل ليه القصه، قالت ليه جا واحد القائد لقى داك الجندي البلغاري داك الوحش من بعد ما خشى فيا الموس، لقاني عامره دمايات وشافني وتعصب وقتل داك الجندي ديال البلغار اللي هو جندي ديالو، قتلو قدامها يعني قتلو قدامها. من بعد عالجها القائد ولات اسيره ديال الحرب عنده، كتصاوب ليه الماكله وتغسل ليه، وكان كيشوفها بنيوته زويونه الصراحه تقال. فكان هاد القائد البلغاري كما كتعاود كونيغوند كانت كتشوفو زوين والجسم ديالو بيض وعندو يعني قليل العقل ما عندوش مع الفلسفه بزاف. من بعد 3 شهور خسر فلوسو كاملين وما بقاش باغي كونيغون تبقى معاه، فباعها لواحد اليهودي سميتو إيساكار، كان تاجر في هولندا والبرتغال وكان عزيز عليه العيالات. هاد اليهودي هذا تعلق بكونيغوند، ولكن ما كانش هو كيستمتع بها حيت كانت ديما كتقاومه، ما كتحملش جلس معاه، كانت كتقاومه اكثر من داك الجندي البلغاري اللي كان رشق فيها الموس. فقالت الكونديد اللي شريف كيتغتصب مره وحده وكيكتسب الفضيله، عندنا في المغرب زعما ديك اللعيبه ديال الديب كدوز عليه مره وحده، وانا من شحال تنقول شنو اللي كيدوز على الديب، ما بلانش الديب. المهم كونيغوند داها اليهودي باش يروضها للدار ديالو اللي هي دابا فيها، فقالت بلي انها كانت كتظن بلي القصر ديال باها كان كيسحب ليها بلي ما كاينش محسن منه، ولكن دابا عرفت بلي راها كانت غالطه تماما. واحد النهار شافها المحقق الكبير اللي في المحكمه ديال التفتيش، بقى كيشوف فيها شويه، قال ليها بغيت نهضر معك بيني وبينك، وداوها للقصر ديالو وهضرات ليه على اصلها وعلى زعما قصتها. فقال ليها من العار ليك انك تكوني عبده عند هاد اليهودي هذا اللي هو اليهودي إيساكار. المحقق غيطلب انهم يجيبوا ليه اليهودي باش يهضر معاه، فالمحقق عرض على اليهودي انه يتنازل انه سيد لهاد البنت، ولكن إيساكار اليهودي رفض انه يتنازل على المكانه ديالو كسيد لهاد البنت. المحقق غيهددو بالاعدام، فخاف اليهودي ودار معاه واحد الصفقه، ان تكون كونيغوند مع اليهودي نهار الاثنين والاربع والسبت اللي هو اليوم، والايام الاخرى تكون من النصيب ديال المحقق. فاتفقوا وبقاو هكا على هاد الحال لمده 6 شهور. وكونيغوند قالت الكانديد انها ما كانتش كتحمل هاد الجوج وكانت كتقاومهم بشده. واحد النهار المحقق دار حفله ديال الاعدام. الحفله ديال الاعدام فين فكراتكم؟ هاد الحفله ديال الاعدام اللي دار المحقق
هي اللي دارتها الجامعة ديال كيومبير، فغايدير هاد الحفلة هادي. كونيغوند حسات بالخوف وحسات بالرعب من اللي شافت دوك الجوج البرتغاليين اليهوديين انهم تحرقوا، وداك البيسكار اللي تجوج من العرابة ديالو حتى هو تحرق، وزادت خافت وحست بالذعر من اللي شافت دوك الجوج الرجال اللي كانوا لابسين لباس فيه الزواقات ديال الشياطين، وشحال فقدات الإحساس من اللي عرفات أن واحد منهم هو بانغلوس الأستاذ ديالها كيتشنق، والتاني منهم هو الحبيب ديالها كانديد كيتضرب بالركيل مع التراتيل ديال الكنيسة وهو عريان. كوني غوند قالت لكانديد: آه شحال كنتي زو، شحال كنتي بيض، كنتي بيض كتر من القائد البلغاري، كان عندك جسم بيض بزاف، وفاش شفتك المشاعر سكتت لي وجاني الضعف وكنت باغا نغوت. وقفوا البرابرة، وقفوا الهامج، ولكن الصوت ما بقاليش، وما كنت ما غنزيد ما غنقص الا درتها. وفاش كانوا كيضربوك كانديد كنت كنغوت لداخل ديالي، وحقدت على بانغلوس اللي كان كيقول لنا كل شيء من الخير. حسيت بالضياع والخوف والذعر، وكان عقلي كيفكر في الموت ديال عائلتي والطعنه اللي جاتني من البلغاري، داك البلغاري الحقير، والعبوديه اللي دزت منها كطباخه وخدامه للقائد البلغاري واليهودي إيساكار وهذا المحقق، والشنقه ديال بانغلوس اللي شفتها بعيني، والركيل اللي كنت كنشوف كتاكلو. كوني غوند قالت لكانديد بأنها في ديك اللحظة تفكرت حتى البوسة اللي كانوا داروها مور الستار، وقالت ليه: كنحمد الله أنك رجعتي من مور هالتجارب كاملة، رجعتي ليا وتشوف منا من بعد. وقالت ليه باللي أمرت أن الشارفة فشافتك يعني صافي هرب، أمرت أن الشارفة تعتني بكانديد، ودارت خدمت هذيك الشارفة وكتحس باللذة أنها تلاقى مرة أخرى، وسمعاتو كيهضر وجلسات معاه وهضرات معاه وقصرات معاه. دابا حتى كوني غوند كانت كتبغي كانديد، فقالت لي: غيكون فيك الجوع دابا، يلا ناكلو. جلسوا في الطابلة وكلاو سالا، ورجعوا للكرسي الزوين اللي كانوا كيهضروا فيه. شوية وصل إيساكار، إيساكار داك اليهودي، حيت كان داك النهار هو السبت. فهنا غنساليو ونكمل لكم الأحداث في الحلقة الجاية. شكرا بزاف على الاستماع، وغنقول لكم شنو غيوقع ما بين كانديد وإيساكار وكل شيء. اللي عجبوه هذا الشيء يدير لايك، اللي ما دار سبسكرايب يديرها. وشكرا على الاستماع ديالكم الطيب، نتلاقاو في الحلقة الجاية، إلى اللقاء. They might try to